تذكروا قبل 11 سنة، قبل الثورة يعني، قد ايه كنا عايشين ومبسوطين، لا رشاوي ولا فساد ولا ظلم ولا قهر، وأبداً أبداً ما في سجون ولا طائفية. وما بدي أحكي لكم عن التداول السلمي للسلطة، ناطحات سحاب وحدائق وتلفريك، أهم شيء التلفريك واللعب بالثلج على جبل الشيخ. ما بدي لكم أكيد بتعرفوا طبعاً، ما فينا ننسى خط المترو بالشام وحلب واللي كان يخدم ملايين السوريين، وسعر التذكرة شبه مجاني، أساساً ما حدا كان يركب بالمترو بعد ما الحكومة الله يخلي لنا إياها بنت مصانع السيارات الكهربائية الحديثة وما أخذت عليها ضريبة 400%. الحديث طويل عن الثورة، عن سوريا قبل الثورة، الاقتصاد القوي والدخل اللي كنا ننافس فيه دول الخليج وسنغافورة واليابان. أنا بذكر كل صيفية كان يطلع لنا تذاكر وحجز فندقي لحتى نروح نصيف بأوروبا، والله وكيلكم ما كنا نقبل حدا بيترك مصارفنا وبيروح على أوروبا اللي كلها سجون وطائفية وما في أي نوع من أنواع الخدمات. إذا الناس من أوروبا وأمريكا والخليج عم تجي على بلدنا لحتى تشتغل وتطالع مصاري وتبعتلهم لأهلهم حتى يعيشوا. من الأخير، بلدنا بقيادة السيد الرئيس كانت شيء بيشبه مدينة أفلاطون الفاضلة، لحد ما إجت الثورة وقال مو عاجبهم الرئيس وبدهم يغيروه، ولك بدهم يغيروه وما بيعرفوا مين أبوه، ولا والله ما بعرف كيف بيفكروا هدول جماعة المعارضة. بكفي مزح هلأ وخلينا نحكي شوي جد. من 18 آذار انتشرت حملة مستمرة لليوم اسمها كنا عايشين، حكى فيها السوريين عن سبب الثورة وعن الحياة البدائية اللي كانوا عايشين السوريين تحت قيادة باني سوريا الحديثة. من أبرز التعليقات والصور اللي نشرها السوريين ورصدناها، في عنا أول تعليق من نسرين اللي قالت يا برود قبل الثورة وشايفين يلي ضمن الدائرة، هون بيت جدي والنقطة البيضة حمار جدي قدام المزرعة، جماعة كنا عايشين. نرجس علقت وقالت نهر بردة قبل ما ينشفول من دسين، كنا عايشين. أما فخري نشر صورة وعلق عليها، حلب فرع الشرطة العسكرية في حي الجميلية ما قبل آذار 2011، هكذا كنا قبل أن تمطر قنابل الحقد قيح غضبها على صالة المطالعة بفرع الأمن المسالم، كنا عايشين وخربنا البلد. عبد علق وقال ساحة الساعة بمدينة إدلب قبل ما يسمى بالثورة السورية اللي خربت البلد، وهاشتاج كنا عايشين. أما ثائر فعلق مدخل مدينة كناكر قبل الانفجار العظيم ب 15/3/2011، جماعة كنا عايشين. محمود مرعي علق من الزمن الجميل ساحة البازار بقرية داديخ، كنا عايشين أيام اشتري كاسات وبنطرون جينز فيرزاتشي، هاشتاج خربنا البلد. وآخر تعليق من أحمد اللي نشر صورة أبو الريم قبل عام 2011 وصورته بعام 2022 وقال السوري الوحيد اللي بيقدر يقول كنا عايشين بدون ما حدا يضحك عليه.